وما زلنا مشاهدينا نتحدث عن القطار الكهربائي الخفيف، تفاصيل هذا المشروع الهام كبيرة وفوائده أيضا كبيرة بما سيعود بنفع على المواطنين. ينضم إلينا أيضا هاتفيا الدكتور أحمد شامي، خبير اقتصاديات النقل. دكتور أحمد، يعني اهتمام القيادة السياسية بقطاع الطرق والنقل تجلى اليوم من خلال افتتاح القطار الكهربائي الخفيف ومحطة عدلي منصور التبادلية. اليوم خطوة كبيرة نحو تطوير قطاع النقل والطرق في مصر، كيف ترى هذا التوجه وهذه الخطوة؟ صباح الخير. الأول طبعا نتفق مع الدكتور حسن مهدي، نتمنى من المواطن المصري الحفاظ على ممتلكاته، لأن دي كلها ممتلكات لشعب مصر، فنتمنى فعلا الحفاظ على ممتلكاته عشان نحقق الهدف اللي تبقى مستمرة والتنمية المستدامة. ألو. أيوة يا فندم. اتفضل. بص حضرتك، أنا هتكلم بس بأسلوب مختلف شوية عن إن النهاردة مرحلة من مراحل تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر. اللي هي بتتمثل في إن أنا عندي نقل بري، اللي هو بتمثل في أتوبيسات النقل العام وأتوبيسات النقل الخاص وسيارات الليموزين اللي هي اللي بالأجرة يعني. الأمر الثاني النقل السككي، وده اللي مركز عليه جدا سيادة الرئيس وزارة النقل. النقل السككي بقى اللي هو ما هو بيمشي على قضبان كويس، زي ما وضح الفريق كامل معالي وزير النقل النهارده، حرص القياده الاساسيه ان هي تبقى المسارات مؤمنه وفي حاله عزل عن الطرق، عشان هو ده الاثر الطبيعي للنقل الحضري، يعني ده التصور الطبيعي للنقل الحضري. واخد بال حضرتك؟ النقل السككي زي ما هو في العالم عباره عن ايه؟ عباره عن ترام، عباره عن مترو، عباره عن قطار خفيف، عباره عن قطار مكهرب سريع، قطار خفيف مكهرب، قطار سريع مكهرب كويس. ليه؟ الهدف من هذا الامر اللي انت تستوعبي اكبر عدد من المستخدمين وتخففي استخدام الطرق من مواصلات الخاصه تحديدا، عشان كده انت بتوفري انواع كتير كده من اساليب الراحه والامان كويس. هذا القطار الخفيف المكهرب جزء من المنظومة، عشان كده قال لك في محطات تبادلية، تبادلية مع المترو، تبادلية مع القطار السريع المكهرب. هتلاقي جوه المحطات دي في وسيلة نقل بري ترددية اللي هي، وهتبقى ان شاء الله بعد كده اتوبيسات بالغاز الطبيعي بهدف تحسين البيئة وتقليل اثار البيئة الضارة من الطاقة البنزين والمازوت الى اخره. فالنهاردة احنا بنمشي في مخطط كويس بدقة متناهية، اللي انت بتشوفي ازاي بتعملي كل وسائل النقل الجماعي بانواعها المختلفة اللي هي ترتبط وتستخدم على الطرق السريعة والطرق الداخلية والرابط بين المحافظات من خلال كباري وانفاق ومحاور، سواء اللي انت زي ما تقال هتبقى فوق الطريق او جنب الطريق او تحت الطريق. كويس. كل هذا الهدف اساسه تقليل حوادث الطرق، سرعه الاداء وتخفيف الوقت كويس. طالما اللي انت عندك سرعه اداء وبتهدفي لاستغلال الوقت، يبقى انت بتدوري اللي انت تحسني القدره على الانتاج، لان كل واحد فينا له قدراته الانتاجيه سواء فنيه او اداريه كويس. النهارده احنا لو تتذكري من سنوات بعيده جدا ان احنا بنشتكي من التكدسات والزحام المروري، فابتدت القياده السياسيه تحط خطه لتطوير الطرق والكباري ووسائل التعامل معها. واخد بال حياتك؟ عشان هدف واحد، انت عايزه تبقي دوله متقدمه، عايزه تبقي دوله لها مكانه طبيعيه اقتصاديه بحكم يعني احنا مصر تاريخ يعني. فانا بقول لحضرتك دي جزء من مرحله او جزء من عدة مراحل بتتم على التوالي وعلى التوازي، فنتمنى ان الشعب مبقاش بقى مركز ايه ده التذكرة ب 15 جنيه التذكرة ب 20 جنيه ده انا باخد الميكروباص مش عارف بكام اصل مش عارف يعني. نحن نتحدث عن خدمة اخرى يعني تنجز في الوقت وخدمة مريحة للمواطن. حضرتك المستخدم لهذه مواصلات النقل الجماعي، اولا الناس عشان تعرف
كل واحد بتذكرته دي تأمين على حياته على فكرة كمان. يعني لو لا قدر الله حصلت له أي إصابة فهو مؤمن عليه. كويس؟ كلنا نعلم مدى مشكلة الميكروباصات على الطريق والعشوائية في السواقة والحوادث وهو الأكل. فإحنا لما بندور على الصحة وبندور على اللي أنت بتخفف الحوادث حرصاً على حياة المواطن، كويس؟ ما تقوليش بقى ان حياتك ما تساويش 5 جنيه ولا 3 جنيه يعني. يعني هذه وسيلة نقل مريحة، يعني مريحة آمنة وآمنة مريحة للمواطن آمنة، والأهم الإنجاز في الوقت هي السرعة سريعة، واخد بال حياتك، متوفر فيها كل عناصر التكنولوجيا، كل عناصر الراحة. النهاردة لو انت بتقولي هذه الوسيلة لا تناسب الدخول الضعيفة، طب ما هي في وسائل أخرى، ما هي الدولة ماشية، خد بالك في تدرج في كل حاجة. يعني انا النهارده اما اجي اخفف الاستهلاك بتاع الطرق مما يؤثر على تخفيض تكاليف الصيانه وتكاليف الاصلاح، كويس؟ ما كل ده اللي انت لما بتعملي ترشيد انفاق حكومي بيبقى عندك وافر في الاداه تقدري تستخدميها في تحسين صحه، تعليم، تحسين تعليم، زياده دعم، واخد بال حياتك؟ فهي يا ريت الناس تاخد الامر بمشمول اكبر، واخد بال حياتك، لان احنا ماشيين في طريق طويل جدا بس احنا بنقفز زي ما قال سيادة الرئيس، وان شاء الله اللي احنا نبقى في مسار الدول المتقدمه. النقل في العالم احنا من اقدم الناس اللي استخدمت النقل السكك في العالم، احنا ثاني دوله في العالم. صحيح. فاللي احنا عشان نعود ونسارع اللي احنا ناخد هذه المكانه، ارجو ان تبقى الناس متفاهمه للي بيحصل ده، لان بيحصل ده فعلا بكل المقاييس وكل المعايير اعجازات في الوقت والأداء. أشكرك دكتور أحمد شامي خبير اقتصاديات النقل.